السيدة حافظة بن صالح تقدم درع تقدير وشكر للأستاذ المخرج والممثل العربي الوزني لمساهمته الطيبة في هذا الحفل. شكرا للفنان سي العربي الوزني ولكل بطاقته المسرحية. شكرا لكم على المشاركة. شكرا. السلام عليكم. منصف الإدريسي الخمليشي، مؤلف مسرحية الملح المسوس اللي غادي تشاهدوها الآن في إطار برنامج سينما في خدمة المساواة. فهي مسرحية اللي تطلبت مني واحد الجهد في أوائل سنة 2019، كان العنوان ديالها أنا ذاك 3 بوان. فبعد ما جاء اقتراح من عند الأخ العربي الوزاني أنه يأخذ موضوع زين المحارم كموضوع أساسي للمسرحية، تم إعادة الكتابة المسرحية. فكان العنوان ديالها هو الشتبة، وكانوا اقتراحات ديال تغيير العنوان ولا العنوان الحالي اللي هو الملح المسوس. المسرحية اللي كانت فيها 6 ديال الشخصيات كتعالج موضوع زين المحارم، فيه الأب عيشور معتصب بالفتاة ومعتصب بالابن، فيه الصالحة اللي هي الزوجة ديال عيشور، وطاهرة صديقة، وكاين دامية اللي هي المغتصبة، وكاين عياد والجلالي اللي هما يعني شخصيات في هذا العرض هذا. بالنسبة على البعد الرمزي والسيميولوجي ديال المسرحية، فكنشوفوا على أنه شخصية عيشور كيمثل داك يعني الدولة. الشخصية ديال عياد هو الإنسان اللي يقلب على المصلحة دياله فين ما كانت، يعني في إطار يعني الانتخابات ولا كذا. كاين الشخصية ديال الصالحة، هي ديك الشخصية اللي كتحاول تكون هي يعني الشعب اللي يعني كياخذوا له يعني الأرزاق ديالو كذا. وكاين يعني مجموعة ديال الأمور اللي كتقرأ رمزيا. والمسرحية فهي يعني طلبت مني واحد تقريبا واحد الإنجاز ديال سنتين. السلام عليكم، معكم العربي الوزاني، ممثل ومخرج مسرحي ومخرج سينمائي. كنت اليوم مع العمل ديال مسرحية الملح المسوس من تأليف منصف الإدريسي الخمليشي وإخراج العربي الوزاني عبد الرب. المسرحية تناقش موضوع زين المحارم، هو موضوع ولينا كنت عايشوه في وسط المجتمعات ديالنا العربية، وبدورنا احنا كشباب نناضل من منع بحالة التصرفات اللي كيوقعوا لنا في وسط المجتمع. لذلك خلقت مسرحية الملح المسوس باش تعالج مثل هذه القضايا مع الجمعية للتنمية ديال المدى محافظة، باش نخرجوا بواحد الرؤية جديدة، بواحد المسرح من أجل التغيير ومن أجل وصول إلى الحقيقة. تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.